السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هلا إن شاء الله نتحدث على نظرة شاملة على الأدوية اللي ممكن نعطيوها الأرنب ديالنا. شحال من واحد يلاه مبتدئ أو عاد يلاه كيفكر يدير يعني المشروع ديال الأرانب كيخاف من هاد القضية ديال الأدوية ديال الأرانب. كيصحابي اللي الأدوية ديال الأرانب راها غالية وراه خاصو يبقى بزاف يديرها بزاف، يعني يكرر العملية بزاف المرات وما مفهومش شكون هو اللي غادي يوريه هاد الأدوية شكون. عموما يعني أنا كنصح يعني الناس اللي باغيين يبداو الأرانب أن الأدوية ديال الأرانب ما كاينش مسهل منها. هي عموما إلا بغيتو يعني تعدو على الأصابع راه كاينين جوج ديال الأمراض اللي ممكن يجيونا على طول العام، وماشي جوج أمراض، غير مرض واحد وواحد ممكن يتكرر، واحد المرض ممكن يتكرر على دور العام. يعني أول حاجة وهي الإبرة ديال التسمم الدموي. التسمم الدموي هي عبارة عن تحصين، يعني ماشي يعني كنشدو الإبرة ديال التسمم الدموي ونبقاو نضربوها بزاف المرات يعني على طول السنة، لا كنضربوها مرة واحدة في العام وكنقيدو هذاك لاضات كنقيدوها وكان يعني هذاك لاضات منين العام الجاي ان شاء الله يدور عليها العام هذيك الانثى او الذكر كنعاودوها مره اخرى. هاد الليبرا ديال التسمم الدموي راها سميتها كينيبخافاك. الا بغيتو تدونوا معايا ممكن انكم تجيبوا ورقه وستيلو وتدونوا معايا كينيبخافاك. كينيبخافاك هاد كينيبخافاك بحال هاد الذكر مثلا راه تقريبا تبارك الله راه بالغ، ممكن انكم ديروا له سنتيم واحد، سنتيم واحد ديال كينيبخافاك في الليبرا كتدقوها له في الرقبه هنا فوق الرقبه، يعني في هذه المنطقه هذه كتخشيو الابره هنا مائله هكا مائله وكتضربوها. بالنسبه لهذه الحلقه غادي نعطي حتى الاثمنه بالنسبه للناس اللي عندهم يعني العدد ديال يعني الارانب بزاف يعني واحد قاطع ممكن انهم يعني يشريو قرعه كامله. قرعه كامله كدير 85 درهم. 85 درهم كتكفي ل 10 افراد، يعني 10 ديال 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 الارانب بالغين. يعني بالنسبه للفوقاش ممكن ان نضربوا هذه الابره، يعني فوقاش التسمم الدموي ممكن يصيب هاد الارانب ديولي في العمر ديال فوق من 3 شهور. فوق 3 شهور هذاك ممكن ان 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 الارنب يتصاب بهذاك التسمم الدموي. اما في هذا العمر هذا مثلا في شهر هذا راه عندهم تقريبا نقول 45 يوم يلاه تفطموا، ممكن ان هادو بلا ما نديروها لهم، يعني باقي بعيد عليهم التسمم الدموي. التسمم الدموي كيجي الارانب فوق 3 اشهر، فوق 3 اشهر. بالنسبه لهاد الابره هادي ديال التسمم الدموي كينيبخافاك انا كنعاودها باش يعني باش تدونوها كينيبخافاك، راها مزيانه هاد كينيبخافاك. هاد الابره هادي يعني ماشي نخليو حتى يجي الامراض، يعني بحال دابا شهر 3 راه كيكون المرض ديال التسمم الدموي، خاصكم من دابا تبداو ديروا التحصينات. إذا لقيتوا المرض جا يعني وبديتوا عاد كديروا هاد الإبرة هادي راه ما كتخدمش، لأن هي المدة ديالها باش فوقاش كتخدم كدير الفعالية ديالها بعد 15 يوم. بعد 15 يوم كيكون فات الحال، يعني الثمن ديالها راني قلت لكم اللي عنده قطيع كبير يشريها ب 85 درهم. بالنسبه للناس اللي عندهم غير ارانب يعني حبه ولا جوج راه كاين يعني الفرماسيان بيطاري اللي كيبيعها بالديتاي، يعني ممكن انكم تشريو مثلا سنتيم بالنسبه لهذا الذكر هذا مثلا تشريو له سنتيم واحد راه كافي. سنتيم واحد كيدير 9 دراهم. ماشي غادي تضربوها مثلا كل شهر ولا كل بغا تقص تصرفوا الفلوس، لا غادي تضربوها مره واحده في العام، عام كامل، يعني كدونوا هذيك لاضات اللي درتوها والعام الجاي ان شاء الله عاد ممكن انكم تعاودوها له عاوتاني.
يعني كتضرب اربع فصول ب 9 درهم. الحقيقه الناس اللي كيتخوفوا من قضيه ديال الادويه راها بسيطه وبسيطه للغايه. كيني بخافاك عقلوا عليها كيني بخافاك. انا كنعاودها وكنعاودها ماشي كندير لها الاشهار ولكن لقيتها جد فعاله. كاين انواع اخرين من لي باري وتا هما راهم خدامين غير زايدين شويه في الثمن. كاين اللي كتلقاه 90 درهم كاين اللي كتلقاه 100 درهم ماشي بيناتهم بزاف ولكن راه كلهم عندهم مفعول واحد ديال التسمم الدموي. يعني هما تحصين ضد التسمم الدموي. ممكن انكم ديروا الى ما لقيتوش في البلاد ديالكم هذه السميه هذه ممكن ديروا سيفافاكس حتى هي مزيانه. ولكن كيني بخافاك راه هي اللي معروفه في المغرب. يعني كنهضر من الناس اللي كيسكنوا في الوطن المغربي يعني كاع المغاربه راه كلهم غادي يلقاو كيني بخافاك. كيني بخافاك راه موجوده في يعني هي اللي كيستعملوها كاع تقريبا في لي فارماسي ديال البيطاري. ثاني حاجه ممكن انكم تستعملوا الدواء ديال المراره. دواء ديال المراره تي ام بي تيغي اس. تي ام بي تيغي اس هو واحد السيرو كتشريوه ب 10 دراهم هذا معروف. كديروه للصغار بعد الفطام يعني منين يتفطموا كديروا لهم هذاك السيرو كتولي واخا تعطيهم الاشياء الخضراء هو ضد التسمم المعوي. هذا تي ام بي اس هو ضد التسمم المعوي. اما سي كيني بخافاك هذيك ضد التسمم الدموي. اذا هذه نظره شامله يعني هذاك عفوا تي ام بي تيغي اكس هذاك كيديروه مع الماء. يعني هو سيرو كيدار مع الماء كتديروا ملعقه مع لتر ديال الماء لمده 4 ايام. هو فيه غير شويه فيه تقريبا واحد قد هكا تقريبا يعني انا باقي ما عنديش ولكن انا كنعطيكم غير الاسماء والاثمنه. الثمن ديالو 10 دراهم 10 دراهم حتى هي صافي كني كديروها لهم صافي ماشي كتبقاو تعاودوه مره اخرى صافي. الا درتوها لهم لمده 4 ايام صافي كتولي عنده تحصين ضد المراره. يعني واخا كتعطيه شي اشياء اللي ممكن حيت كاين اللي كيخلط مثلا الربيع ولا قشور ديال الخضر ولا هذه مع المده كتبقى تنفخ لهم المراره. نتوما ديروا يعني هذا السيرو هذا تي ام بي تي غي اس هذاك السيرو 10 دراهم وصافي انتم مهنيين. اذا لا تخوف من 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 القضيه ديال الدويات راهم رخاصين. شحال من واحد كيصحاب بلي راه غادي الابره صعيبه باش تضربها كيفاش شنو هي السميه ديالها ياك ما غاليه. لا هادشي انا كنعطيكم معلومات للمبتدئين كيني بخافاك و تي ام بي تي غي اس يعني تي ام بي شرطه اس هادي سيرو هو معروف مشيتو عند يعني الفارماسي بيطاري فيتيرينير غادي تقولوا له اعطينا السيرو ديال القناين غادي يعطيكم هاد السيرو هذا بالضبط. هذا كيدير 10 دراهم 10 دراهم كديروا القطيع كاع يعني اللي تفطموا عندك. دابا انا عندي هادو تفطموا يعني بعت منهم شي حبات بقاو لي هادو منين غادي تفطموا منين فطمتهم صافي راني يعني درت لهم هذاك السيرو صافي دابا راهم مزيانين ان شاء الله. كيبقى شويه ديال العلف مزيان شويه ديال التهليه شويه ديال النظافه ديما الكاج يكون نقي ما يكونش موسخ ولا هادي. حضيهم الاسهالات كوكسيديا المهم انتفاخات عاوتاني كذلك الاسهالات ممكن انكم تشوفوا الاسهال ديروا مباشره الخل قطي ملعقه مع طاسه ديال الماء بحال هكا صافي راه غادي ان شاء الله غادي يوليو مزيانين. انتفاخات حتى هي بسيطه ويعني يعني دواء في البلاص ان شاء الله وهو بيكربونات الصوديوم. هو واحد الغبره كديروها كدير 6 دراهم حتى هي قد تقريبا الخنيشه ديال الملح فيها بزاف. يعني كديروا غير معلقه كديروها لهم مع وعلى فكره ان هذا الدواء راه بشري. يعني هذا انتفاخات هذا الدواء ديال بيكربونات الصوديوم راه بحال الملح يعني غبره بحال السكر كلاصي كيدير باكيه كامله. باكيه كبيره كدير 6 دراهم وباكيه صغيره كدير 4 دراهم يعني ارخص مما يكون. الخل راكم عارفين الخل راه ديال الطعام عادي هو ضد الاسهالات. نشوفوا الكرش
جارية ديال الأرانب مباشرة ديروا الخل، واحد القطيرة ديال الخل مع الماء صافي وكيوليو مزيانين. راني بشي بتجربة، راني كنعطيكم هاد الحوايج بتجربة. انتفاخات ما تقولش تخافوا منهم، مرة مرة قيسوا لهم كرشهم هكا، إلا لقيتي الأرنب ما باغيش ياكل عفوا راه منفوخ، منفوخ على كرشو صافي، ديروا لهم هاد الدواء وصافي إن شاء الله راه كيجيب الله التيسير. هنا أدوية عطيتكم شامل، يعني نظرة شاملة وبسيطة، كل شيء هاد الأدوية ممكن أنكم ديروهم بواحد 20 درهم ولا، يعني وتخليهم عندكم صافي. هي هذيك 9 دراهم ديال 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 كينيبخافاك و10 دراهم ديال السيرو، هاد السيرو ماشي حتى الكبار كيديروا غير الصغار، يعني بعد الفيطام، يعني هادو غيكونوا عندكم في واحد الصندوقه، يعني وحاطينهم يعني كفارماسيان صغير ديالكم، يكون فارماسي صغير يكون عندكم، يعني صيدليه صغيره يكون في واحد الصنيديقه، فيما تشوفوا شي حضروا الارانب ديالكم، فيما تشوفوا شي ارنب فيه شي حاجه ماشي مرض ولا هادي تكونوا موجودين. واكثريه الخل راه متاح عندكم في اي واحد غادي يكون عنده الخل. اذا الحلقه ديالنا هي هادي، شحال من واحد كي في لي كومونتير، يعني انا هاد الحلقه تلبيه للرغبات ديالكم، هما اللي شحال من واحد يعني الناس طلبوني على هذا الموضوع هذا. كنظن انني لبيت الرغبه ديالكم. كان شي حاجه مرحبا بكم في التعاليق، ممكن انا نفسر اكثر اي سؤال، انا راه الاشاره. وكنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم، شكرا جزيلا. الى اللقاء في الحلقه المقبله، شاركوا معنا الناس اللي ما جاركوش معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا والقناه تزيد لقدام، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.